هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. استقبال الأبطال المغاربة الأبطال البارالمبيين والذين شرفوا ألعاب القوى المغربية في المحافل العالمية. كذلك أرحب بالأبطال البارالمبيين الذين أبلوا البلاء الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستنظم الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الملتقى الدولي السابع للبراء العام القوى بمركز المركب الرياضي الكبير بمدينة مراكش. هذا الملتقى اللي تيدخل الجائزة الكبرى واللي تعرف مشاركة ديال 40 دولة و 450 أعداء وأعداء من خيرة الأبطال البارالمبيين. فهذا العرس الرياضي غادي يكون مؤهل لبطولة العالم باريس 2023 وكذلك مؤهل للألعاب البارالمبية باريس 2024. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.